حسب وزارة التربية والتعليم وبشكل رسمي بدأت الدراسة في مدرسة الضبعة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية السلمية بعد الانتهاء من عملية اختيار واختبار الطلاب. الدراسة بدأت في مقر مدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية بمدينة نصر. طبعا الهدف من مدرسة الضبعة هو توفير الكوادر الفنية المؤهلة للعمل في مشروع المفاعل النووي السلمي بالضبعة. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام الدكتور احمد الجيوشي نائب وزير التربيه والتعليم للتعليم الفني. هيكون معنا دكتور مصطفى وزيري بعد قليل، ولكن ابدا بك دكتور احمد الجيوشي. اهلا بك. مساء الخير، اهلا بك. اهلا بحضرتك. ويعني الدراسه في مدرسه الضبعه الفنيه لتكنولوجيا الطاقه النوويه السلميه هو خبر يعني جيد، يمكن خبر مفرح ان احنا يكون عندنا مدرسه تهتم بالعلوم النوويه. اولا معايير اختيار الطلاب الملتحقين بهذه المدرسه هي ايه؟ اولا صحيح الخبر مفرح لنا جميعا، والحمد لله ان احنا يعني هذه المدرسه واختيار الطلاب بالذات ده كان يعني عمل جديد جدا بالنسبه للتعليم الفني، وربما بي 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 يعني بيدينا يعني مثل يحتذى ان شاء الله بعد كده في ربما في اختيار الطلاب للتعليم الفني بصفه عامه. وبالتالي خلينا بس نقول انه طبعا مشروع المدرسه الفنيه النوويه او الطاقه النوويه السلميه في الضبعه، هو ده زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، ده مشروع الهدف الاساسي منه انه يوفر العماله الفنيه المدربه المتخصصه في الحقيقه، وبنموذج مدرسه داخل المصنع نفسه، يعني هو مدرسه داخل محطه الطاقه، وبالتالي تدريب الولاد بيتم جوه المكان، تعليم الولاد او التعليم الفني برنامج الدراسي كله بيتم جوه المكان اللي هو الولاد هيشتغل فيه بعد كده، بالتالي ده بيسموه بقى التعليم الفني المبني على سوق العمل او المبني على بيئه العمل نفسها. وبالتالي ده نموذج في الحقيقه العالم كله راح له، انه يخلي التعليم الفني والتدريب المهني جوه المنشاه الصناعيه نفسها او المنشاه التجاريه او يعني ايا كانت المنشات الانتاجيه. أيوة. وبالتالي ده نموذج العالم كله بيروح له دلوقتي، عشان يبقى عنده ولاد وبنات طبعا خريجين من هذه المنظومه مكتسبين للمهارات اللي فعلا عاوز سوق العمل، لانه اوريدي متدرب في المكان نفسه. خلينا نقول ان معايير اختيار الطلاب تمت على مرحلتين. المرحله الاولى تمت في مطروح، وكان لها معيار مهم جدا، احنا خدنا النتيجه الاعداديه، ثم اجرينا امتحان قدرات بالكمبيوتر، والطالب كان بيعرف درجته في نفس اللحظه اللي بيخلص فيها الامتحان، بالتالي اضيفت هذه الدرجه، درجه امتحان القدرات اللي هي كانت 100 على 300 درجه النتيجه الاعداديه، ثم اعيد ترتيب الطلاب كلهم على قائمتين، قائمه لمطروح لانه تم تخفيض 40% من عدد الطلاب لمطروح، طبعا تقديرا لان المحافظه تستحق طبعا ان يكون ولادهم لهم يعني مكان محجوز في هذه المدرسه، ثم القائمه الاخرى لباقي المحافظات، وعدنا ترتيبهم طبعا حسب تنازليا حسب المجموع الاثنين، وبعدين تم تقدير 250 زائد من واقع 1000 طالب كانوا متقدمين في الحاله الامتحانات دي. ثم اجريت المرحله الثانيه، ودي بقى كانت حاجه جديده جدا للتعليم الفني، ويعني وحاجه جديده جدا كمان للتعاون بين مؤسسات الدوله في الحقيقه. انه كان دي توجيهات القيادة السياسيه انه لابد ان يتم اختيار طلاب مدرسه الضبعه النوويه على يعني افضل ما يكون، وبشفافيه كبيره وبنزاهه كبيره وبالتالي فرص بالكامل. وبالتالي يعني كانت توجيه القيادة السياسيه واضح لينا جدا، وعشان كده يعني طبعا تواصلنا مع القيادة العامة للقوات المسلحة، واجرينا الاختبارات كلها في احد اعرق الكليات العسكرية في مصر، وهي الكلية الثانية العسكرية، على مدى اسبوعين الولاد تم اختبارهم بدنيا وطبيا ونفسيا وكشف هيئة كأنهم بالضبط داخلين كلية عسكرية. أيوة. والحقيقة التجربة كانت يعني رائعة جدا للولاد نفسهم، والتجربة اللي مروا بيها لما في هذه السن الصغيرة نفسيا طبعا يمر بهذه التجربة، أولا بيثق في هذه المنظومة، وبيثق كمان جدا في أنه هذا التعليم اللي هو رايح له هو فرصة متميزة. وبالتالي ده نموذج جديد احنا بنشتغل عليه دلوقتي عشان نقدر نكرره في حتت كتير. احنا عندنا أكثر من مدرسة بهذا النموذج دلوقتي، لكنه مش كل ولا واحدة منهم طبعا راحت الكلية الفنية العسكرية عشان تتكرر بهذه، بس طبعا وكم طالب يا دكتور أحمد اخترتوهم؟ ما انا هقول لحضرتك بقى، طبعا احنا في 200 طالب تقدموا للكليه الفنيه عشان الاختبارات اللي انا اتكلمت عليها دلوقتي. تم احنا التصميم الاول ان احنا اول دفعه هتبقى 75 طالب،
45 منهم خارج مطروح و30 طالب من مطروح اللي هم 40% من العدد الكلي، عشان طبعا زي ما قلنا ان احنا نديهم بندي اهلنا في مطروح نسبه معتبره من عدد الطلاب. فاذا من التحق بالمدرسه بالفعل هم 75 طالب، 45 من المحافظات و30 من مطروح. طيب هتكون عدد سنوات الدراسه قد ايه، والمناهج ازاي هتختلف عن مناهج المدارس العاديه؟ طبعا المناهج احنا شغالين المدرسه دي بنعد لها بقى لنا سنتين تقريبا في لجنه كانت متخصصه من هيئه الطاقه النوويه ووزاره الكهرباء طبعا والقطاع التعليمي الفني، واللجنه دي على مدى السنتين عدد مناهج وعدد برنامج التدريب كمان سواء كان في الداخل او في الخارج. كل هذا البرنامج الدراسي المركز جدا طبعا بيتناول كل طبعا في مواد بقى عامه جدا اللي هي المواد اللي بياخدها كل طلاب التعليم الفني، لكن كمان هناك مواد متخصصه جدا للبرنامج النووي السلمي، وده الطلاب بيعد المناهج نفسها هيئه الطاقه النوويه ووزاره الكهرباء. والتدريب طبعا هيكون في قلنا في زي ما قلت لحضرتك في هنا في القاهره هنا في الداخل او ان شاء الله في الخارج، تدريب مكثف جدا على كل تكنولوجيات الطاقه النوويه السلميه. ال 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 الفكره طب يعني حضرتك طب انتوا ليه عاملين بداتوا ليه في القاهره يعني؟ ما بداتوش ليه في الضبعه؟ احنا بدانا في القاهره لسبب جوهري جدا، ان لسه معامل المدرسه نفسها اللي هي التكنولوجيا النوويه لم تكتمل بعد، وبالتالي كان القرار احنا نبدا هنا في القاهره لكي نكون قريبين من هيئه الطاقه النوويه وهيئه الطاقه الذريه في انشاص او كده، عشان نقدر نوفر للولاد تدريب مكثف جدا، وكمان زملائنا في هاتين الهيئتين يقدروا ينضموا لينا كمان في المدرسه ويدربوا الولاد ويحضروا الولاد، عشان نعيش دلوقتي جو مختلف. وكمان الحاجه المهمه جدا ان مدرسه التكنولوجيا الصيانه في مدينه نصر هي مدرسه بطبيعتها داخليه بالضبط زي المدرسه اللي هتبقى في الطبعه، الولاد بيقعدوا كل الوقت في المدرسه. أيوة. بايتين كل الاسبوع، وبالتالي هيبقى المناخ تقريبا مشابه للمناخ هناك، وبالتالي الولاد لما ينتقل بعد كده ما يبقاش في فروق كبيره جدا. بنتمنى لكم كل التوفيق، وزي ما قلنا خبر مفرح ان يكون في مصر مدرسه نوويه استعدادا لوجود المفاعل النووي للطاقه النوويه السلميه في الضبعه. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور احمد الجيوشي نائب وزير التربيه والتعليم للتعليم الفني، شكرا جزيلا لك.